روى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما بين أصحابه، فإذا برجلا قد أكلته السنين والأيام حتى صار هرما واحتودب ظهره وقد سقط حاجباه على عينيه، أقبل يتوكأ على عصا حتى وقف بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها فلم يترك منها شيئا، وهو في ذلك لم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها، أي ما في معصية مهما كانت كبيرة أو صغيرة إلا أتاها، فلو قسمت خطيئته على أهل الأرض لوسعتهم، فهل له من توبة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهل أسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأنك رسول الله. قال: نعم، تفعل الخيرات وتترك السيئات، فيجعلهن الله لك خيرات كلهن. قال: وغداراتي وفجراتي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وغداراتك وفجراتك. فولى الرجل ظهره وظل يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والله ما زلنا نسمع تكبيره حتى توارى عنه.